حديث القاهرة عن يسرى اللوزي والصورة اللي نشرتها واللي تسببت كتير جدا في أقاويل على السوشيال ميديا. يمكن هو حديث خاص جدا، هل ورغم ان الصورة موجودة في كل انحاء العالم من ستات كتير جدا مش بس فنانات بيتصوروا بالشكل ده، لكن الموضوع هل هو طبيعة مجتمع ولا طبيعة شخصية يسرى اللوزي نفسها الناس ما كانتش منتظرة منها ده، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ ده اللي هنعرفه منها هي شخصيا. يسرى اللوزي معانا في حديث القاهرة، ومساء الخير. مساء الفل. اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك، وعاملين ايه؟ الحمد لله كويس. انت مش عارفة وجع قلب السوشيال ميديا يا يسرى؟ جالك قلب تدخلي المعركة دي ازاي؟ ايه ملابسات الفوتوسيشن ده؟ هو مبدئيا اصلا هو من باب العلم بالشيء، هو دلوقتي اي حد، انا والله قبل كده من كذا سنة نزلت صورة حلوة للقاهرة وكتبت صباح الخير واتشتمت برضو. فهو احنا في مشكلة عندنا عامة في مصر، او كلنا بنعاني منها، اي شخصية عامة بتعاني منها، انه اي حد بيكتب اي حاجة حتى لو صباح الخير بيتهاجم وبيتشتم. تمام؟ يعني تمام. دي حقيقة. فهو اتعودنا، يعني احنا اتعودنا انه اي تعليقات سخيفة احنا ما بنردش عليها، لانه في الاخر انا لو هقعد ارد على كل حد بيكتب اي حاجة او ادافع عن نفسي اكني عاملة حاجة غلط او محتاجة ابرر اللي انا عملته لحد، فانا كده عمري ما هلحق اعيش حياتي. بس ده ممكن يمشي في حاجات كتير، لكن وضع الصورة ده مختلف شوية. يعني الناس شايفاكي دايما حطاكي في اطار كده، فانهم يشوفوكي على غلاف مجلة وانت حامل، طبعا مبروك على الحمل، ويشوفوا ان في جزء عريان، ده جزء صادم شوية للجمهور بعاداتنا بتقاليدنا، اعتقد انك بتراعي ده طول الوقت. ده حقيقي. هو الحقيقة انا كنت اتمنى انه الناس قبل ما تكتب اي حاجة او تتكلم ان هي تقرا المقاله، لان انا حاطه اللينك بتاع المقاله على الانستجرام وموضحه ده حتى في اللي انا كاتباه، ان اللي هيقرا المقاله هيفهم الموضوع، بس الناس طبعا ما بتديش فرصه. طب اشرحي لنا، خلي اللي ما قراش يسمع. بص، هو يعني هو المقاله طويله جدا وبصراحه مكتوبه حلوه جدا جدا، من المقالات القليله اللي انا يعني عملت انترفيو حسيت ان هي بتعبر فعلا عني. هو الهدف كله كان انه اولا انا لما عملت الصور دي كنت عاملاها اصلا ليا انا، كنوع من انواع التوثيق، لان انا ما عملتش صور في حملي الاولاني من 6 سنين. فحسيت ان انا عايزه يبقى عندي صور فنيه شبه اللوح بتاع زمان، وبتعتمد على انعكاس الضوء، يعني الموضوع كان فني اكتر من اي حاجه تانية. بس هو في الاخر الموضوع بتاع الانترفيو هو انه انا دايما بحاول في السوشيال ميديا، انا بلاحظ ان السوشيال ميديا عامه بقت كلها كذب في كذب، الناس كلها بتضحك على بعض، الناس كلها عايزه تطلع شكلها مثالي وكل الناس شكلها مبسوط، وكل الناس بتستعمل فلاتر عشان كل الناس تطلع شكلها حلو، والحقيقه الواقع مش كده، احنا كلنا بني ادمين وكلنا بشر وكلنا فينا عيوب في شكلنا وفي اجسامنا وفي شخصياتنا وفي كل حاجه. مفيش حد عايش حياه مثاليه، فاحنا كل الناس بتضحك على كل الناس. انا رافضه ده. السوشيال ميديا مهم، ولكن في الاخر انا بني ادمه زي اي حد. يسرى تقصدي ان انا زي اي حد، بمعنى ان انا ست طبيعيه جدا، ممكن ابقى حامل وممكن ابقى اخلف وممكن اتخن وممكن اخس، وبعدين من المتعارف عليه ان شكل السيده الحامل غالبا ما هوش مغري، يعني ما هوش شكل لاثاره الفتن انها تبين مفاتنها او ما الى ذلك. يعني فبالتالي هو الفكره، والفوتو سيشن ده كمان منتشر نفس الشكل ونفس الطريقة اللي في كل أنحاء العالم، وغالبا حتى في الوطن العربي في ناس كتير جدا بتعمله. طب بالزبط. يعني أنا هسألك سؤال صريح. لا أنا مش عارف يعني أنت طب ممكن أكمل بس؟ أنا هسأل السؤال هو يا خير. أيوة. أصبر بس، إن الله مع الصابرين. لا شايفك داخلة زي حسام إذا صبر. اتفضلي. يسرى، السؤال اللي أنا هقوله لك كالتالي، يعني احنا في مجتمع انت شايفة كويس جدا انه يعني بيقف على ابسط الاشياء التي تتناقض بشكل او باخر مع الاعراف والتقاليد، هل بسبب كل الهجوم اللي انت تعرضتي له ده ممكن تحطي نفسك في موقف زي ده تاني، ولا قبل ما تنشري صورة هتفكري يعني 2 و3 و4 الناس اللي في مصر هتتعامل معاها، وخصوصا اصلا مع شكلك اللي هي حطاه قدامها في تابلو هتتعامل معاه ازاي؟ هل يا ترى الهجوم ده هيخليكي تفكري 1000 مرة بعد كده اما تيجي تحطي صور عشان المجتمع؟ لا. ولا ايه؟ لا، لان في الاخر انا عندي معتقدات معينه، وانا بفكر بطريقه معينه، انا عارفه انا مين، فانا مش هغير انا مين علشان في ناس ما عجبهاش، لان في الاخر في ناس عجبهم. يعني في ناس، يعني ما هو زي ما في ناس يعني اعترضت، في ناس رحبت بالموضوع جدا،
فاهم قصدي؟ يعني الكومنتات في منها ايجابي وفي منها سلبي، بس انا كنت عايزه اكمل بس اقول حاجه، انا لو اي حد بص على الانستجرام بتاعي او على اي اكونت هيلاقي ان انا بحاول دايما اظهر اوكي بيبقى عندي فوتو سيشنز عامله فيها فول ميك اب وفنانه وممثله وحاجات كده، وبحط حاجات من الشغل وبحط حاجات شخصيه من غير ما اتدخل الناس في تفاصيل حياتي قوي، بس في الاخر بحاول اظهر بشكل طبيعي. يعني كتير انا ما بستعملش فلاتر في الصور بتاعتي، تمام؟ ما بعملش، ما بشيلش لو في بقعه في وشي من الشمس ما بشيلهاش ما بصلحهاش، بحط صورتي في الجيم بجد وانا عرقانه بجد مش وانا عامله فول ميك اب. فهي الفكره ان انا بحاول دايما يبقى في يعني كذا بعد في شخصيتي، في بعد يوصل ممثله وفي بعد يوصل ام ويوصل انسانه ويوصل اللي بتتعب وبتتخن وبتخس وبتكتئب وما بتنامش وبتبقى مطبقه في التصوير، يعني عشان يبقى في كل الجوانب من ان انا انسانه مكتمله يعني، فاهم؟ وثاني حاجه انت عايزه تقولي للناس يا يسرى دلوقتي انا زي ما انا كده بكل طبيعيتي، ده شخصيتي، دي الحاجات اللي بحبها والحاجات اللي ما بحبهاش والحاجات اللي بقبلها والحاجات اللي ما بقبلهاش، يا تاخد كله على بعضه واتبعني يا تسيبني كله على بعضه. انا خايف انتوا يسرى بس علشان انتوا اتنين بناتيت وستات جميله كده واخديننا في سكه برضو انا مش عايز اغيب وعي ووجدان وعادات وتقاليد ودين، مع احترامي الكامل لحريتك الشخصيه. انت مش شايفه ان ما الستات كلها بتحمل وشكلكم حلو وانت حوامل؟ لا مش بيبقى وانت شكلك جميل وانت حامل غير ستات كتير، بس مش شايفه ان ظهور البطن على غلاف مجله صادم شويه؟ يعني ما احنا بنشوف الستات حوامل بس مش متوقع ان اشوف بطنها، خاصه بقى لما تبقى بطن يسرى اللوزي وهي حامل. ما هو لان الهدف كله ان انا كنت حابه انه احنا كستات نبقى نفتخر بالامومه ونتقبل التغييرات اللي بتحصل في اجسامنا. طب ما انت ليكي صوره وباينه البطن ما شاء الله وخلاص، يعني عريها ممكن يبقى صادم شويه يا يسرى. والله ما هو الموضوع ده نسبي بيختلف من شخص لشخص، ما بقول لحضرتك في ناس شافت الموضوع عادي ورحبت بيه، شافته كلوحه فنيه، وبعدين هو مش معمول بالطريقه يا خير. هي انا كيسرى اللوزي شايفه ان ده بالنسبه لي شيء طبيعي وشايفه ان انا ممكن اعمل بالظبط. انا لا اتدخل في قرارها ولا ارادتها ولا رؤيتها، انا بمثل وجهه نظر وجدان اخر لشعب ملتزم شويه بعاداته وتقاليده وبيحب يشوف النجم بتاعه على طبيعته، بس مش لدرجه انه يشوف بطنه او ضهره. لو بيحب يشوفه على طبيعته لازم يتقبله بكل قراراته وبكل اشكاله، وفي الاخر انا بحترم كل واحد في الاخر حر يعمل اللي هو عايزه او ما يعملش، يعني فاهم قصدي؟ بس في الاخر هو مش من حق حد يشتم حد، لان انا بشوف ناس كتير قوي بيعملوا حاجات انا ما اعملهاش او ما اقدرش اعملها عادي، بس انا مش بخش اشتمهم. ما انت قمر اهو على الصوره قدامي ما شاء الله. هو ده الغلاف على فكره. لا ده غلاف متغطي، الغلاف مش كده، الغلاف البطن باينه. معلش يعني. يسرى ولد ولا بنت؟ يسرى ولد ولا بنت؟ لا بنت. بنت ما شاء الله، كويس جميل. ما شاء الله ربنا يحمي وان شاء الله تجيلك على خير. يسرى اللوزي اثرتي الاقاويل وما زال هناك تضارب بين قيم المجتمع والاشياء اللي هو شايف ان هو لازم يحد من حريه النجم في انه يعملها او ما يعملهاش، وجهه نظرك الشخصيه فان ده بالنسبه لك شيء مش من المفترض انه ينتقد، ولو تم انتقاده من قبل البعض ما فيش داعي للشتيمه او للالفاظ اللي ما تتناسبش مع الحوار الطبيعي لاثنين طرفين لنقاش او وجهات نظر مختلفه. دي وجهه نظر وهتظل محل طول الوقت نقاش وجدل، مش ليك انت بس، لكل الناس اللي بتعتبر ان هم مش شخصيات عامه معناها ان انا اقدر اكون طول الوقت تحت رحمه تعليقات الجماهير او عادات وتقاليد المجتمع اللي انا شايفه ان في جزء منها زياده او قليل. يسرى قولي لنا، دخلت اعمال قبل الحمل او ما كانتش البطن كبيره كده وبعدين اتورطتي ولا لحقت نفسك؟ هو الحقيقه الصوره دي متاخده في شهر 2 اللي فات قبل حوار الكورونا بشهر. هو انا كنت بصور من انا الحملين كنت بصور فيهم من اولهم لاخرهم، الحمل الاولاني صورت مسلسل دهشه مع استاذ الفخراني، والحمل ده كنت بصور بدات فيلم العنكبوت مع استاذ احمد نادر جلال ولسه مخلصاه الاسبوع اللي فات، وصورت كمان طول فتره الحمل ده مسلسل طاقه حب، اعتقد هو بيتعرض دلوقتي على احدى القنوات، اتعرض على منصه الكترونيه في شهر 2 أو 3 اللي فات وبيتعرض دلوقتي على قناه من القنوات. جميل جميل جميل. يسرى اللوزي شكرا جزيلا لردك على كل اسئلتنا وحمد لله على السلامه ويبقى الصراحة كانت سيدة الموقف مع يسرى، كان ممكن على فكرة انها تتجمل وتقول ان لا مش هعمل كده تاني، بس هي قالت اللي هي عايزة تقوله، هيبقى الحكم للناس في الشارع.
هل يا ترى هتتقبل ده ولا مش هتتقبله؟ وهل يا ترى قيود العادات والتقاليد والدين في مجتمعنا العربي لأي حد هتكون ملزمة لشخصياته العامة؟ يعني طبعا احنا ما نقدرش نجبر حد على انه يعمل شيء او ما يعملش شيء، هي مسألة تقييم من كل شخص لوجوده بشكل علني قدام الناس. براحتك انت ويسرى، حتى لو كان منتقد. محمد.